مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم باش ندرجو في موضوع جديد ونخلقوا معكم رسالة من رسائل الواقع من خلال هذا اللقاء اللي كيكون معكم عبر صفحات ميد راديو الرسمية ولالا بلوس. أكيد أنه مؤخرا كثير من المواضيع اللي طرحت للنقاش، من ضمنها ظاهرة اغتصاب الأطفال أو لا ظاهرة الاغتصاب بصفة عامة اللي تسلط عليها الضوء بشكل كبير. إلى جانب هذه الظاهرة واللي ربما كان عدد من الناس كينتظروا أنني نفتح فيها النقاش واللي سبق وفتحناه، كاين ظاهرة أخرى اللي صبحات كطرح نفسها بقوة وصبحات كطرح أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كثيرة. كل منا كيدخل الفيسبوك، إنستغرام، تنديروا الجولة الإلكترونية اليومية ديالنا، وفي بعض الأحيان تنعيشوا الإدمان الإلكتروني ديالنا. كنلاحظوا باللي بزاف ديال الفيديوهات اللي صبحنا كنشاهدوها سواء عبر اليوتيوب او عبر انستغرام او عبر الفيسبوك من قبيل روتيني اليومي والجلسات الخاصه والكلام النابي يعني ربما الحركات المثيره الى غير ذلك. مساله اللي شخصيا جرت عيني وجرت الانظار ديالي على انه نطرح مجموعه من الاسئله، من ضمنها واش هادو هما الفيديوهات اللي خاصهم يكونوا اليوم مطروحين على الساحة ويجلبوا أكبر عدد ممكن من المشاهدات؟ واش كنعاني وكمجتمع من كبت اللي صعيب علينا أننا نناقشوه ولكن كيعجبنا أننا نفرغوه بطريقة اللي ما كيشوفنا حد؟ واش صبحوا المثيرات الجنسية هي المحرك ديال المجتمع العربي كمجتمع وربما المجتمعات بصفة عامة؟ لهذا الغرض اليوم كنصدف معايا ضيفات كريمات اللي غنفتحوا معاهم النقاش في هذا الباب، وغنبدا بضيفتي هدى الزرق واللي هي صحفيه وصانعه محتوى ومؤثره بفرنسا. مرحبا بك هدى. مرحبا بك سكينه، مرحبا بيا عندك وعندكم كاملين. شكرا بزاف على الدعوه اللي ما كنتش كنتظرها صراحه، وكيشرفني انني نكون حاضره معك اليوم. مرحبا بك والشرف ليا، وانا سعيده جدا باش نحاورك وتنبغي نقول لك برافو عليك لانه انت نموذج مشرف وشي حاجه اللي كتفرح الخاطر بصراحه. شكرا سكينه. الله يخطيك. وايضا حاضره معنا بطبيعه الحال ماشي لاول مره وانما لمرات عديده، في كل مره ما كتردش الدعوه ومشكوره على ذلك، الاخصائيه النفسيه ديالنا لالا نزهه الخميري. مرحبا بلالا نزهه. بارك الله فيك سكينة، وأنا الشرف ليا أنني تنتواجد معك مع برنامج لالا بليس الرائع اللي كنتبعو. شكرا على الطاقم اللي يخدم وراء نسميهم لي كوليس وخا عبر الأثير، ومواضيع اللي هي ما تنبغي نحضر فيها لأن مواضيع اللي كتختار لالا سكينة كلهم في غالب الأهمية والإفادة الاجتماعية. شكرا على استضافتي. الله يطول لي عمرك. لا يخطيك وانت أبلغ في ذلك، استمتع جدا بالنقاش معك اللنزة. بداية إلى سمحتي لي غادي نبدأ مع هدى بطبيعة الحال وغنرجعوا للتحليل النفسي. هدى انت صحفية مارستي مهنة الصحافة في المغرب من بعد انتقلتي لفرنسا، وهذه مدة باش بديتي كتشتغلي في عالم الانستغرام بحيث أنه يعني كتظهري الاهتمام بالسيدات بصفة عامة محجبة وغير محجبة بالأناقة ديالها بشكل لواتها إلى غير ذلك، ولكن الملاحظ أنه المحتوى ديالك عنده واحد الخصوصية. غادي نقول بأنه عندك نسبة من المتابعين ولكن ما وصلتيش للروتيني اليومي. أنا شخصيا بعدا من المتابعين كيعجبني بزاف، راه باقي عافاك عاودي لنا الفيديو ديال رسمه العين، راه باقي ما شديتوش مزيان. كومي شكرا بزاف سكينة على الكلمات الزوينه ديالك، واكيد كيف قلتي انا من نفس الدومين ديالك يعني صحفيه، يعني خريجه معهد العالي للصحافه والاعلام، اشتغلت في اذاعه من اذاعات يعني في الدار البيضاء، كانت اخر محطه اشتغلت فيها هي ما عرفتش واش يمكن لي نذكر الاسم او لا. سكينة احنا الحمد لله زملاء، كنرحبوا بجميع الزملاء من جميع القنوات طبيعه الحال. ام
كاينين يعني المشاهدين ديالك اللي يقدروا يتعرفوا عليا كصوت ربما، لان كنعرفوا ان المذيع بصفه عامه كيتعرف اكثر بالصوت ديالو اكثر ما كيتعرف بالصوره ديالو. من حسنات الاذاعه بطبيعه الحال. دونك كيف قلتي انتقلت لفرنسا، كاين تغيرات وهذه حاجه عاديه ملي كنبدلوا يعني الـ يعني السكن ديالنا والبلد بصفه عامه راه كيتغيروا بزاف ديال الحوايج. يكذب عليك اللي يقول لك راه ما صعيباش، يعني داك التاقلم وفي البدايه كتكون حاجه صعيبه، كتخلي العمل ديالك، كتخلي بلادك، كتخلي عائلتك، كتمشي تعيش واحد البلد اللي هو غريب عليك. دونك كان واحد المده اللي خاصني نتاقلم فيها مع الوضع الجديد. من بعد الحمد لله كان يعني اشتغلت كمترجمه في احدى في دي بوات دو برودكسيون، يعني كان كيف كنقولوا كنكلفوا الوقت بهذا المعنى هذا، ومازال كان ان شاء الله كنقلبوا على ما احسن وعلى اننا نبقاو في نفس المهنه نزاولها حتى حنا علاش لا الله باذن الله. زاد مع هذا الشيء كامل ما غاديش نقول لك انني وليت كنمتهن مهنه التاثير على مواقع التواصل الاجتماعي، انني ان هذه ما كنعتبرهاش كمهنه اللي غيمكن ليا نعيش بها او اللي غيمكن ليا يعني نكون بها راسي، بل هاد الفكره كنطن السؤال ديالك سكين هو كيفاش جاتني الفكره انني نولي اكتيف سور لي ريزو سوسيو. بكل بساطه الفكره جات من ولا شيء، يعني ما كانش تخطيط مسبق لهذه الفكره نهائيا، ما كانش واحد دراسه، ما كان حتى شي حاجه، جات واحد الظرفيه اللي انا كنت محتاجه فيها انني نفرغ واحد الطاقه كانت عندي الداخل، وهذيك الطاقه اللي كانت عندي كان ضروري خصها تخرج. دونك سواء غادي نخرجها سواء كانت غتخرج بحاجه سلبيه اللي هي اكتئاب، اللي هي انني غنبقى نبكي وانني غنبقى نتوحش الان، وجات في الظرفيه ديال الفيروس كورونا اللي جانا واللي خلانا نكونوا بعاد على الاهل ديالنا وما نقدروش اننا نمشيو نشوفوهم. غير الفكره انك ما تقدرش تمشي تشوف الاهل ديالك لان محبوس، فهذه بحد ذاتها ربما سببت اكتئاب بزاف ديال الناس، اللي انا وحده منهم الحمد لله ما خليتش الاكتئاب يغلبني، ولكن قلت ما يمكنش هذا الشيء اللي فيا داخل خصو يخرج بطريقه سلبيه بطريقه ايجابيه عفوا. دونك الطريقه الايجابيه اللي لقيت هي انني خصني نتعرف على ناس جداد، خصني نهضر مع ناس جداد، خصني نبين هالناس اللي تقدر تعجبهم هاد الطاقه ربما وتقدر تاثر عليهم ايجابيا حتى هما. دونك من الفكره، وثانيا بالموازاه مع هذا الشيء كنت باغا نتعلم شي حاجه جديده. الحاجه الجديده هي المونتاج، ضحك عليا سكينه حنا ولاد الدومين، ولكن ما كنتش كنعرف المونتاج لانني عمري ما تحطيت في يعني في ضروره انني نقوم به. فمنجحت كنقول خاصني نتعلم دونك غندير اوتو فورماسيون في الدار مع راسي، خاصني نتعلم المونتاج في دي فيديو. قلت اللهم ندير دي فيديو ديالي انا نتعلم فيهم، منها كنتعلم منها كنوري للناس حاجه اللي هي زوينه. دونك هكذا كيفاش جات صراحه، جات انني باغا نتعلم شي حاجه درتها حطيتها على موقع ديالي في انستغرام، عجبت الناس شجعتني انني ندير حوايج اخرين، انني ندير دي فيديو اخرين من خلال يعني تشجيعات ديال الناس اللي كيقول لي عافاك ورينا كيفاش كديري الشده ديال التوربون ديالك، وريني كيفاش كديري الهادي، وريني كيفاش كتلبسي هادي. دونك كانت بارطاج، يعني حب انني فوالا نبارطاجي مع الناس واحد الحاجه اللي انا كتعجبني. دونك هكذا الفكره. غير فقط سكينه واحد الكلمه اللي ذكرتيها واللي تنذكروها كاملين اللي هي مؤثر. مؤثر انا بالنسبه لي انا لست بمؤثره، ما وصلتش يعني لدرجه التاثير على الناس وما بغاش نأثر على الناس، انا بغيت غير فقط نشارك معاهم شي حاجه اللي انا كتعجبني ولا شي حاجه اللي تقدر تفيدهم. حيت بالنسبه لي انا شخصيه، هذا كيبقى راي شخصي، انني نكون مؤثره وهي مسؤوليه كبيره بزاف انك تكوني كتاثري على الناس، لانك فيما تقدري تاثري عليهم بالايجابي يمكن لك تاثري عليهم بالسلبي قصد، يعني مرات بدون قصد كتقدري تاثري على الناس بشكل سلبي، وانا ما بغيتش نوقع في هذا المشكل. ولكن بغيت نقولوا لهاد الدومين سكينه ما يمكنش بغيتي ولا كرهتي كتولي مؤثره وكتولي تحاسبين على هذاك التاثير اللي كتاثري به على الناس. وي اكيد غادي نرجع لك هدى في بعض التفاصيل، لانه انت من الناس اللي غادي نقول نوعا ما محافظه
في تعاملك مع السوشيال ميديا، خاصه وانه يعني المحتوى اللي كتقدمي واللي منه غادي نطرح السؤال على اللنزها، الا خدينا هدى كنموذج واحد المحتوى اللي هو محترم فيه يعني بعض الامور كتفيد واحد النسبه ديال النساء. الملاحظه انا من المتتبعين ديالها انه الرسائل كتكون ايجابيه، كلام كيكون زوين الى غير ذلك، شي حاجه اللي هي زوينه، ولكن ربما هدى ما وصلاش للمستوى او لا، يمكن حتى انا من الناس اللي انا عندي كونت في انستغرام وعندي ناس اللي كيتبعوني، ولكن عمرني ما وصلت للعدد اللي يمكن يتبعوه ناس اللي تيقدموا روتيني اليومي او اللي تيديروا يعني فيديوهات بشكل معين او لا وصفات بشكل معين او 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 على اي حال. رغم تحفظي على الوصفات عبر 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 وسائل يعني التواصل الاجتماعي، ورغم تحفظي على مجموعه من الامور، لان يمكن يكون عندك كيف ما قالت هدى راه كنأثر، يعني ملي كنأثر اون فوا نقول لك سيري ديري الثومه لوجهك ولا سيري ديري كذا ولا سيري ديري كذا، راه صافي تقتي بيا بانها صالحه، وراه الثومه تقدر تحرق وجهك، تقدر دير مشاكل في الجلد، تقدر دير زيت الحوايج. اذا ماشي اي حاجه سمعتها راه خاصني نمشي للطخاء، ما كاينش واحد التقنين. هادشي ربما نقولوا خاصو تقنين، ولكن ملي سمحنا كنشوفوا فيديوهات السيدات مثلا بلباس فاضح بشكل معين، انا وليت كنشوف العجينه بواحد طريقه معينه، ما تعلمناش حنا العجينه واقفين بواحد الشكل معين، العجينه كنجلسوا نعجنوا في الارض، انا غنقولها بضحك، ولكن يحز في الخاطر ما سمحنا كنشوفوه في روتيني اليومي او غيره. صبحوا الناس اليوم كيقول لك خاص القانون، خاص المشرع يدخل، خاص هذا الشيء يتحد، هذا الشيء راه اصبحت ميوعه، راه اصبحت اباحيه بطريقه او باخرى. انا سؤالي من وسط هذا الشيء، شنو اللي يدفع سيده انها تنشئ قناه على اليوتيوب، او سيد انه ينشئ قناه او لا يعني حساب على موقع الفيسبوك ويصبح يدير فيديوهات او لايفات لا لشيء الا انه نتبادلوا الكلام النبي، ويشوفونا الناس كندخنوا ربما الارجيله، يشوفونا الناس كنشربوا مسكرات معينه، وكنعرفوا بان الفيسبوك راه داخل الوليد ديال 14 عام و15 عام و16 عام وما كيكونتروليش، لانه اون فوا كتعمر 18 عام كيعطيك لاكسيل هذا لو كونط، هذا الوالدين غيكونتروليو التعيه، وكاينين كما كنقولوا الزقيلات اونتر غيومي، يعني الوليدات يمكن يشوفوا شي حوايج. اش يمكن يدفع مرأة باش يولي يعني الدافع ديالها هو انه تاثر في الناس بالمؤخره ديالها؟ وهذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه في هذه الفيديوهات ديال الروتين اليومي، كلهم كيعتمدوا على ابراز المؤخره وابراز المفاتيح، وكنشوفوا الملايين ديال المشاهدات. اش وقع عندنا لالا نزهه؟ واش هو كبت؟ واش شي روينه؟ واش شي حاجه؟ واش كوفيد رونا؟ واش العلاقات الجنسيه فاهمينها غلط؟ شي حاجه واقعه ماشي هي هذيك حاليا في المجتمع. هادشي كله اللي سكينة سميتو خليط. وحنا يا إلا بغينا نجاوبو أو نفهمو غادي نرجعو شي شوية لواحد المفهوم نفسي اللي نشأو العالم الأمريكي أبراهام ماسلو. العديد تظهر لي كيعرفو، ولكن إلا بغينا نبسطوه المتناول الجميع وراء هادشي اللي ذكرتي كله او اللي ما ذكرتيهش حيت كاين بزاف ديال الاهداف والمبتغيات، هو الحاجيات. كاين واحد الهرم فيه حاجيات بمستويات. الحاجيات ملي تنهضر على الحاجيات الفرديه او ديال الانسان هي بمستويات، كتبدا عن باطوار، هي كتبدا بحاجيات ذاتيه فيزيولوجيه، مني غاد نخلقو بغينا ناكلو ونشربو ونشمو الهواء، هادو فيزيولوجيه. من بعد غادي تجي اللي هي الحاجيات الامنيه، انا بغيت نبقى بصحتي ولونطوراج ديالي نكون فيه مطمئن، ونحتاج لواحد الراحه النفسيه. من بعد كتجي الحاجيات الاجتماعيه اللي هي انا كنطالب فيها بواحد الشكل ديال، لاحظ معايا حنايا كنوليو نطوروا الحاجيات، ما تنبقاوش واقفين غير على حاجه. ومن بعد غادي تجي هاد الحاجيات الاجتماعيه، انا ما يمكنش ليا نبقى غير كناكل ونشرب والهواء
هذا الرضيع ولا غير بصحتي وفي الأسرة. أنا بغيت صداقة، أنا غنبدا نخرج للعالم، أنا بغيت صداقة، بغيت ألفة، بغيت. إذن غادي نولي باغي واحد الانتماء، من بعد غادي تجي الحاجة ديال التقدير. في ضمن هاد الصداقة وفي ضمن هاد الحاجة الاجتماعية غادي نبغي في وسطها الاحترام والتقدير، لا سيما هاد الاحترام والتقدير وحنا كنزيدو في السنين وفي الأجيال، ما تيبقاش الاحترام، البحث عن الاحترام والتقدير، وهادو داخلين في الحاجات الذاتية ديال كيفاش كنعطيو القيمة لراسنا، قيمة الذات. في هاد الأجيال الجديدة ولا البحث على القوة، ولا البحث على الشهرة، ولا البحث على السلطة، ولكن بلا مقارنة بالثقافة. دابا الغريب في الأمر كانت الشهرة مقرونة بثقافة بوعي، اليوم للأسف ولات شهرة في 15 دقيقة أو في قسم يمكن، هذا هو للأسف. باش ما نفرع شيء، كاين الحاجة الأخيرة هي الحاجة الذاتية اللي فيها غادي نوصل، بغيت نوصل للتميز، بغيت نوصل أنا هي اللي، شنية أنا هي اللي 2000 وهذه 10 سنين وإحنا غاديين وإحنا كنزيدو، هي المستوى ديال شحال من واحد دار فيو، شحال من كسبت، وشحال من فلوس خديت، أو شحال غادي نولي ناخد. إذا ما تيبقاش عندي، الحاجيات محدودة. وكل ما للأسف أفراد المجتمع، وتبقى دائما واحد الفئة مازال فيها الضوء، كل ما زدنا البحث عن على هاد الحاجيات، كل ما كان بتاعده للأسف، وهذا الشيء اللي تيحدث عندنا على المواطنة، على الحماية مع الآخر، على أننا نحترم بعضياتنا، على الابتعاد عن الميوعة، على لا أخلاقيات. إذن ما حدنا كنزيدو في أنا، حيث هذا تقدير الذات أنا، وذاك أنا تيخصها أنا العليا ديالها، خصها السلطوية. السلطوية معروف علينا حنايا كاملين كنوقفو، خصنا نوقفو في الضوء الأحمر. ما معنى نوقفو في الضوء الأحمر؟ هي معناتها كاين الضوء الأحمر، معناتها راه ما خصناش نتخطاو إلا غادي نأدي غرامة أو غادي توقع شي حاجة. للأسف الضوء الأحمر اجتماعيا، ولكن الضوء الأحمر أنا تنقصد الضوء الأحمر، الضوء الأحمر أنا كيبان ليا في هادشي، أنا تيظهر ليا بقينا غير في لورانج، وقف ما توقف. إذن فين حنا؟ شكون هي السلطة القوية ديالنا؟ واش الأبوين؟ واش المدرسة؟ واش غادي نقول السلطة ديال البلاد؟ إذن شكون اللي تيجي تيردع؟ والإنسان معروف إلا ما كانش عنده، ما كانش عند ما تابعوش الردع والخوف، راه ما كاين والو. فين هو الاحترام؟ باش غيجينا هذا الاحترام؟ إذن أنا لاله سكينة في هذا الموضوع، هذا تيجيني هذا الموضوع زوين بزاف، ولكن شامل في طياته عدة مواضيع. هناك موضوع ديال الاحترام والخوف، ديال واش خصنا وليداتنا يتربوا على التربيه الجنسيه السليمه، ولا سكت هذاك الشي حشومه وقد ترابي. وإلا طرحتي غير سؤال، ايه واشوف لك ولاد اليوم، ولا وزيد عليها الشهره. اذا هاد الثلاثه هادو، هاد المواضيع هادو ثلاثه، كل موضوع فيهم الاحترام والخوف والتربيه الجنسيه السليمه والبحث عن الشهره ولا الاعجاب، اذا هذا كله خاصه واحد شوية ديال الحدود في كل حاجة. نعلمو وليداتنا، نتعلمو بعضياتنا، علاش لا؟ الغريب في الأمر اللي تنبغي ندخل نشوفه، أنا تنشوف أشنو تيشوفو الناس
ملي تيكون فيديو فيه إثارة، تنبغي ندخل نشوف، ولكن ماشي عين عادية، ولكن واحد النظرة ديال الأخصائي، وحلل وأناقش أنا مع راسي، تقول أشنو بغت هذيك السيدة أو هذاك السيد، أشنو هو الميساج اللي بغاه. إلا سمحتي لي غادي ندخل شي شوية في الموضوع. للأسف وتجيني الغيرة على بنات وولاد وبلادي، تبقى فيها الحال هذيك ما سميتهاش شهرة، هذيك سميتها الانحطاط، هذيك سميتها قلب الترابي، هذيك سميتها الميوعة، هذيك سميتها شنو، هشاشة نفسية، هذيك سميتها اضطراب وخلل نفسي، هذيك سميتها عدم ثقة في النفس. إذن فين حنايا ماشيين؟ اش كل اللي كيشجع؟ حيت لولا التشجيع شي حاجة من الحوايج ما غنمشيو باش ما نزيدوش. لو كان parmi les conditions كيدخل شي حاجة وتضفي للناس، غير تضفي لهم المحتوى او تبلوكي، ما غنوصلوش لهذا الشيء. اللي وقع واللي بدا تيوقع هو ان كل حاجه، لاحظوا معي، كل حاجه فيها ميوعه ولا اخلاقيه عندها اكثر مشاهده. ما معناه هذا؟ ما معناه هو اننا ولينا نشوف العالم بالمقلوب، ولينا كنحثوا وليداتنا على انهم، نتهضر على وليداتنا، هما الجيل الصغير اللي يلاه طالع، تنقول له ها شنو تشوف. وهنا كنجلبوا النظره ديال اللي سمتها للهودة الاثاره، الايحاء. خصني نجلب فيك واحد الحاجه اللي ما مولفش انت تشوفها، اللي كنت ربما كتجيك الحياه تشوفها. انا عطيتها لك في دقيقه المكانه، حلو، دير غير صبعك هكذا غادي تقيسها، غادي تشعل لك كل شيء، ويجيك حتى بين يديك، في قلبيتك، في قلب فراشك. وبقى ولا سيما لطحنا في الناس اللي سميتيهم انت المكبوتين. وشنو هو الكبت؟ كان كيقولوا عنده تخيلات وفانتازمات من خلال داك الفيديو، ومن بعد نقولوا علاش كاين الاغتصاب، علاش كاين التحرش، حيت كاينه لاله الهيجان، حيت كاين غياب التربيه الجنسيه، حيت الوازع الديني البسيط. انا بغيته غير البسيط، ما تعقدوش ليا الدين، انا بغيت غير الدين البسيط الزوين، حيت ديننا زوين بزاف. وبغينا، لازم البشر راه ما يمكنلوش يعيش بدون عقوبه، بدون حرمان. الا خلينا له مره اخرى الضوء الخضر دي مشال، وهذه هي الكارثه اللي تنعيشوا لاله سكينه. للاسف كلام كنلزها فيه بمجموعه ديال النقاط اللي جراتني، واللي كتبان لي بان خصها تخلق نقاش لحلقات، ماشي غير حلقه واحده. اليوم بحال كناخذوا غير شويه 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 شويه. انا غنرجع ليك، ولكن قبل منها غنمشي عندك هدى. هدى، انت من الناس اللي كيف ما قلتي اختاريتي انك تشاركي مع الناس، وكتبعدي على انك تكوني مؤثره، ولكن بزمنك ما دمتي درتي هذا الاتجاه هذا الا وكاين تاثير على واحد الفئه معينه. اللي عجبني فيك وناقشناه من قبل، كتقولي بلي حياتي الخاصه كتبقى خاصه، انا ما دخلتيش الناس لحياتك الخاصه وتفاصيلك، مزوجه ما مزوجاش، عندك ولاد ما عندكش ولاد، حياتك الخاصه شنو كديري، يعني بقيتي في الاطار ديال انه فاشينيستا، واحد الشكل معين، الباس، افكار ديزاستوس، بواحد الاحترام، بواحد الاطار معين. انا بغيت نعطيك جوج الاسئله. السؤال الاول، شنو هو الدافع اللي خلاك تخلي حياتك الخاصه ريزيرفي كيف ما تنقول، رغم انه ناس بزاف اللي دايرين بيك مثلا، اللي كيختاروا الانستغرام كوسيله او لا وسائل اخرى، تيختاروا انهم يبينوا حياتهم الخاصه. بعض الاحيان كاع كاينين بعض المؤثرات اللي كدير الفيديوهات مع ولادها ولا مع بناتها ومع الزوج ديالها وصور الى غير ذلك، والناس كلهم تعرفوا التفاصيل ديال حياتها، من اللي فاقت وكتفطر، وشنو فطرات، وشنو كلات، وشنو شربات حتى الليل. السؤال الثاني هي الصورة اللي كتعكس العدد من الفتيات. أكيد أنه كلنا عندنا واحد، كما قلت لنزها، عندنا واحد نسبة من الحرمان على حسب المستوى المعيشي اللي عشنا فيه ومستوى الأسري ديالنا. وخي كل إنسان من عائلة يعني ما نعرف كما تنقولوا يعني موفقة ماديا،
الا وكتكون واحد النسبه ديال الحرمان، ما يمكنش كلشي داكشي اللي بغيتي غادي تدركو. ولكن في عالم التاثير كنشوفوا المالديف وكنشوفوا السيكان دو لوكس وكنشوفوا الحوايج دو لوكس وكنشوفوا الكادويات وكنشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي واخا تكوني ناضجه واخا تكوني واعيه كتحرك المشاعر ديالك كتقولي كوم مي واش بو فيغ سا، حتى انا نقدر ندير كذا هادي غادي نقدر نوصل لكذا واو ونمشي سفر للمالديف. كلنا كنحلموا اننا واحد النهار نصبحوا في جزيره المالديف كنتشمشوا، ما كاينش واحد اللي ما تيحلم ما كيحلمش بها، ولكن واش نقدروا نوصلوا لها؟ قضيه صعيبه شي شويه، ماشي سهله زعما ماديا راه ماشي سهله. انا اللي عندي مثلا واحد السن معين كنفكر بهذه الطريقه، فما ادراك مراهقه اللي مازال بغيناها تقرا، مازال بغيناها توصل، مازال بغينا نشوفوا فيها مهندسة وطبيبة وصحفية ويمكن ميكانيكية ومهندسة طيران. ونعطي انا الامثله ديال كل واحد والاختيارات اللي غادي يختار، كتلقى راسك كتقول واو طريقة سهلة لقيت الطريق صافي روتيني اليومي غنجيب به الفلوس، اولا هذا الشيء غادي نلبس ونتقاد ونتصاوب ونماكيي وكذا وكذا وغادي نجبد بزاف ديال الناس والسفرات والتبراع والكادويات الى غير ذلك. بغيت نسمع رايك. أكيد سكينة، كيف يعني الأسئلة اللي طرحتي لي كانوا من النقاط اللي كنت باغا نشير لها من خلال الكلام ديال لنزهة. أول سؤال قلتي لي هو الدافع اللي خلاني نفصل ما بين حياة شخصية وما بين حياة الافتراضية، حيت أنا كنسمي لك حياة افتراضية. أكيد. ماشي أي حاجة كتشوفوها يا المشاهدين وراء واحد الشاشة الكاميرا راها حقيقية، راه ماشي. بعض المرات أنا وقعت لي سكينة وهذه ما عمري ما قلتها وربما يحصل لي شرف نقولها عندك هنايا، بعض المرات انا قبل ما كنصور فيديو كنكون بكيت وشفعت بكا، عبرت على واحد الحاله شخصيه اللي انا عايشاها، تقلقت صفقت واحد الصباح مقلقه محشه ربما ماما محشه عائلتي، بكيت وشفعت بكا وحليت الكاميرا وضحكت ماكيت وانا كنصور لكم وتندير لكم مؤثرات يعني صوتيه والناس غيشوفوا داك الفيديو ما غيشوفوش شنو كان قبل ولا شنو كاين وراء داك الشاشه. دونك نوصل هو ان ما يعني قبل ما نجاوب على السؤال ما ناخذوش اي حاجه كنشوفوها على انها حقيقه، كاين افتراضي وكاين عالم حقيقي، هادو جوج ديال الامور ماشي بحال بحال. بالنسبه للسؤال ديالك الاول سكينه، الدافع هو نعطيك مثال بسيط، منين كنمشيو كنكونوا خدامين كنفيقوا مع 8 الصباح كنمشيو كنخدموا حتى 12 باش نتغداو ونعاود نرجعوا مع الجوج ونبقاو حتى 6، كنخلي وليداتنا في الدار واللي مزوجه راه كتخلي راجلها في الدار ولا كتخلي في الخدمه ديالو حتى هو، وكتجي كتزاول المهنه ديالها في داك الساعات يعني في الشركه ديالها كتسمى بحال دابا نعطي مثال بيك سكينه كتسمى مدام سكينه ماشي مدام سكينه مرت فلان وبنت فلان وفهمتيني شنو بغيت نقصد، يعني كتبقى الشخصيه كنخليوها في الدار، هذيك الحاجه الوحيده اللي ملكنا بوحدنا واللي ما من حق حتى شي واحد يعرفها ولا يطالبنا من اننا نوريوها ليه. اوغزمون سمو عندنا هاد الحاجه وعطيها لنا سيدي ربي، هي ملي كيكون عندك دارك وسد عليك باب دارك ربعه الحيوط الحمد لله كتدخلي لها في ما كيعرف حتى شي واحد شنو كليتي اولا شنو شربتي اولا يعني حتى شي حاجه تفاصيل شخصيه كنسميوها. دونك انا من غنولي انا تنبين هاد التفاصيل للناس كاملين يعني شنو الحلاوه ديال داك الساعات ديال داري ديال المكان العش ديالي كيف كنقولوا العش ديالك ما كتبقاش عنده حتى شي اهميه بالنسبه ليا بحال اللي عايشين معايا في الدار. ثانيا كاين يعني حوايجات اخرى، مثلا انا نعطي مثال، انا بزوج ديالي بعيد كل البعد على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجه ان ما عنده لا فيسبوك لا انستغرام لا حتى شي حاجه تيلمو ما مهتمش، يعني انا ما يمكنش ليا انا نتاجر بأفراد الأسرة ديالي باش نربح مشاهدات، ميمكنش لي أنا نقولو مثلا الزوج راه غيكون عاقل بس أنا دولت دونك من حقه يقول أه أو لا، بغيت نبان ما بغيتش نبان، ولكن ملي تنوليو نتاجرو بأطفال اللي ما طلبوا منا حتى شي حاجة أنا ما عرفتش ولدي أو بنتي واش من بعد باغي يكون مشهور أو لا، علاش كنسلبو هذاك الحق في أنه يختار الطريق ديالو؟ من يمكن ولي كنبينو أنا من هو بيبي يلاه تزاد وانا تنبينه في مواقع التواصل الاجتماعي وتنعرف الناس به، يقدر واحد النهار يحاسبني عليها، قول لي انا ما طلبتش الخصوصيه ديالو منك ماما انني نكون انسان مشهور، انا كنت بغي نعيش واحد الحياه عاديه بحال جميع الناس. دونك انا بالنسبه لي هذه مساله ما كاينش فيها نقاش،
سكينة كنظن تكلمنا من قبل وقلت لك هذه المسألة كيف قلتي انت والأستاذة نزهة هو ان مالوغوزمون الناس ولاو باغين هذا الشيء بغينا ولا كرهنا هو هذا الشيء هو اللي كيجلب المشاهدات بزاف. انايا انا نعطي مثال بيا انا بالمرات انا كنحط فيديو في الشرق يعني مكياج حوايج ايتو وكيجيوني دي كومونتير ديال ويحكي لينا كيفاش تلاقيتي مع الزوج ديالك او يحكي لينا كيفاش درتي او لا يعني ما عنده حتى شي علاقه بالمحتوى اللي انا حطيت. كنقول مع راسي ربما يمكن هذا الشيء هو اللي ولاو باغي الناس مالوغوزمون بغينا او لا كرهنا. دونك هنا كيبقى عندك اختيار هو انك خصك تقلبي على لا كاليتي اكثر ما تقلبي على لا كونتيتي. قلبي على لا كاليتي ديال الناس اللي كيتابعوك. يعني انا كنتكلم عامه للناس اللي باغيين يبداو في هذا الدومين. انا شخصيا يعني الا سمحتي لي هدى هذه الفكره انا كنقولها تنقول يتبعني 100 واحد 1000 واحد كيحترمني وتيقدرني احسن ما يتبعني مليون واحد وفي كل مره تدخلات في امور اللي هي كتخصك. لان ربما في بعض الاحيان نختاروا مهن لأنا اللي مفروض انه نكون بارز فيها ماشي بالاساسي انني نبرز حياتي الشخصيه والناس اللي محيطين بيا والتفاصيل عليهم. يمكن كتجي مناسبات حوار معين او جلسه معينه كتطرح عليك بعض الاسئله الشخصيه تقدري كيف ما اليوم مثلا ربما هدى جاوبتي قلتي انا كذا الزوج ديالي بعيد ولكن باش تفرض عليك على انه تحطيها كصوره كيجيني يعني عدم احترام لخصوصيات الاخرين يعني كتجي شي شويه صعيبه. فعلا متفقه معك يعني ما يمكنش انت يا كل واحد حر في راسه انا حره في راسي بغيت نبين وجهي نبين بغيت نبين يعني داكشي اللي كيخصني انا ولكن باش ندخل خصوصيات ديال وحدين اخرين راه واخا حنا كنتميو لنفس ربما الاسره ولكن راه كل واحد هو يعني مسؤول على راسه. بالنسبه النقطه الثانيه اللي تكلمت عليها سكينه واللي هي نقطه مهمه بزاف اللي هي الصوره اللي كيعطيوها يعني المؤثرين ما نقولش بصفه عامه ولكن بعض المؤثرين على اساس ان مواقع التواصل الاجتماعي او لا يعني ملي كنكون مؤثر تساوي راني غنكون عندي امتيازات بزاف غيكون عندي فلوس غيكون عندي شهرة غيكون عندي احترام عندي الناس غيحترموني حيت انا مشهور غيكون عندي سفر غيكون عندي حوايج لي مارك. فولينا كيبانوا لينا ان هذوك الناس اللي كيديروا هذاك الشيء اللي كيديروا داك المحتوى فراهم يعني عندهم واحد مورد رزق اللي هو عايشين به الحياه ديالهم ما كنبقاوش مستاهل كنبقاوش نقولوا نسولوا اولا نتسائلوا واش هذيك الانسانه اللي كتبين لينا داكشي واش خدامه شي حاجه بالموازاه مع هادشي اللي كدير سواء في يوتيوب سواء في انستغرام حتى هي ما كتبينش لينا. يعني صراحه انا كناخذ يعني هذه من بين الاشياء اللي كناخذ عليها المؤثرين قولوا لينا الا كنتو كديروا شي اكتيفيتي بالموازاه هذه حويجات اللي نبغيو حنا نبارطاجيوها مع الشباب اللي طالعين. قولي شنو كتقراي مثلا كنشوفوا مؤثرات الاغلبيه ديالهم كيطراو حسين ديالهم ما بين 18-19 حتى 25-30 عام فكنشوفوا غير الحوايج مكياج ولكن ما كتبينوش لينا شنو كديروا من بعد يعني من بعد ملي كتطفوا هذيك الشاشه اش كديروا. قول لينا ولا كنتي كتقراي بارطاجي معنا روتينك ديال القرايه واش شنو هما الطموحات ديالك. فهادو بالروتين ديال القرايه ما غايجيبش نسبه مشاهدات الروتين اليومي غايجيب نسبه مشاهدات حسب سكينه كيف قلتي انت اولا انا قال استاذ نتا اولا الحمد لله عندنا واحد النسبه من العقل اللي غادي يخلينا نقولوا ونديروا اولا نميزوا ما بين الاشياء ولكن غادي نمشي نستهدف مثلا واحد الفئه اللي هي باقا فراجيل باقين كيكونوا في الشخصيه ديالهم يعني دي جون شنو غادي تبان لها غتبان لها ان هذاك هو الطريق الاسهل والاسرع غتقول انا غنقرا 5 سنين او 7 سنين وما غنقدرش ندير داكشي اللي كدير ربما داك الانسانه اللي غير كتشعل ليكرون ديال التليفون ديالها وكتحط لينا فيديو. دونك كتقول حتى انا ربما هاد الطريق غادي علاش انا غنمشي نقرا وعلاش انا غنمشي نقلب على الدبلومات صافي انا غادي نخدم في هادشي. ولينا كنشوفوها خدمه مورد رزق هذا هو المشكل. ولينا كنشوفو يوتيوب او لا انستغرام او لا فيسبوك ولينا كنشوفوه كمورد رزق. لا ما خصناش نشوفوه كمورد رزق نشوفوه يعني متنفس
انا هذه الفكره اللي بغيت نوصل، نشوفوه كمتنفس كنضحكوا فيه مع بعضياتنا ديفيرتيسمون، ولكن ما نشوفوش كخدمه اللي غادي ناكلوا بها طرف الخبز. نعم، وكيف ما قلتي صراحه، والمفروض انه نشوفو نخليه للوقت الثالث كيف ما تنقولوا، داك وقت الفراغ اللي ساليت من المهمات الحياتيه الواقعيه ديالي، وندخل شي شويه نفس على قلبي في العالم الافتراضي بطريقتنا او باخرى. تمام، راه فعلا حيت والناس كياخذوك بعض المرات تيسولوك تيقولوا لك علاش كتغبري علينا، علاش كتغبري علينا. انا بعدا من الاسئله اللي كتحرجني انا شخصيا هي علاش كتغبري علينا، انا علاش كنغبري عليكم؟ راه حيت انا عندي حياه اخرى غير يعني موازات، عندي حتى انا خدمه خصني نديرها، عندي يعني هذا فقط متنفس. راه منين كنبغيو نشعلوا التلفازه نتفرجوا في واحد الفيلم ما كنبقاوش شاعلين 24 ساعه على 24 ساعه، راه كنخصوا واحد الفتره من يوم كامل ديالنا، ربما ساعه ربما ساعتين على حسب لا دوغي ديال الفيلم، وكنشعلوا كنتفرجوا وكنرفعوا على راسنا وكنطفيو التلفازه. كذلك بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، يعني خصنا نشوفوا هكا كمتنفس، كديك الانسانه اللي كتشارك معكم واحد الحاجه راه هي ماشي مطالبه تبقى معكم. احنا ما كنديروش لا تيلي رياليتي، ما خصناش نفهموا الامور بشكل غلط، هذيك لا تيلي رياليتي بوحدها وكنظن هي اللي ولينا باغي نوصلوا ليها، واللي باغي نوصلوا ليها بزاف دابا ديال الناس هي اننا غادي نعيشوا مع الناس في قلب الدار ديالهم، منين كتفيق الصباح، منين كتوجد الفطور، منين كتسبن، منين كتعجن كيف قلتي سكينه. فربما الناس بغاو يقلبوا دابا اكثر على اون تيلي رياليتي اللي كنشوفوها احنا دابا يعني هنا في فرنسا. هذا ما كنشوفوهاش بالميو عال اللي ولينا كنشوفوها عندنا حنايا، لا تيلي رياليتي برا يعني فيها واحد النوع من فيها واحد النوع من التجاوز مقارنه مع مجتمعاتنا، يقدر يكون فيها واحد النوع من الجراه، ولكن ما كتوصلش للروتيني اليومي. حنا راه زعما واش شتي الفيديو ديال روتيني اليومي واش شتي على الفيديو ما مشيت حتى كاع نقلب عليه، علاش؟ لان ما كيهمنيش. وهنا هذه نقطة أخرى حتى هي كنظن غتشيري لها من بعد سكينة، النقطة ديال أن حتى المشاهد يحاسب ويحمل المسؤولية ماشي الحال المحتوى بوحده. غير واحد النقطة سكينة اللي سمحتي، هي اللي كيف قلتي الكبت، الكلمة ديال الكبت عجبتني. علاش؟ لأن كاين هاد الشيء اللي كنشوفوه دابا في لي فيديو ديال الإيحاءات الجنسية، يعني بهذا المعنى، ماشي يعني كنزوقوا الهضرة، راه فعلا هي إيحاءات جنسية واضحة راه كانت من شحال هادي، راه ماشي ما كانتش، كانت شحال هادي كنا كنشوفوها في افلام، كتكوني غير كتفرجي فيلم كتشوفي واحد اللقطه كنا كنحشمو اولا كنطفيو التلفازه اولا كنبدلو القناه. كاين مواقع خاصه بالايحاءات الجنسيه اللي كيبغيها وكيقلب عليها راه كيمشي نيشان داك المواقع، ولكن دابا الفرق اللي ولا هو ان ما بقيناش كنقلبو، ولات كتجينا بشكل سهل حتى قدامنا، حتى يعني واخا ما تقلبيش عليها راه لي ميديا كيسوقوا ليه حتى هما. ربما كيقول لك لا وانت ما باغاش تشوف داك الشيء ما تدخليش عندها. فعلا انا كنختار انني ما ندخلش عندها، ولكن نقدر نكون انا مابوني في واحد الموقع اللي واحد اخر هو اللي غيجيب لي داك حتى لعندي. نعم، الا سمحتي لي راه غادي نتجه عند لالا نزهه. لالا هدى، لالا نزهه، انا يعني سؤالي غيمشي في واحد الاتجاه ديال واش حنا كمجتمع تخلق عندنا مشكل اساسي مع الجنس، عندنا حنا مشكل اننا نواجهوا راسنا بواحد العلاقه جنسيه او بواحد الرغبات يعني جنسيه. الملاحظ دابا انه ولات الدعاره الافتراضيه، انا غنسميها بحال هكذا لانه ولات مواقع متخصصه في الدعاره. ودايوغ تبعت يعني بحكم انه خاصني نعرف شنو كيوقع، تبعت مجموعه من الفيديوهات ديال مجموعه من الناس اللي كيديروا لي لايف، غالبا اجي تشوفيه واش صدق معك ولا ما صدقش معك، كيخونك ولا ما كيخونكش، ممكن يكون غادي نحصلوه في المباشر فجوج تليفونات كتلقى اللايف غي 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 يتفرقع يعني بالمتابعين. لايف كيدوي بكلام نبي ولا كيدوي بإيحاء جنسية وكيدخل في التفاصيل الجنسية كاع، والحوار كيجمع ما بين جوج الناس واو على الناس اللي كيتابعوه. ما أثرني أيضا بعد واحد المرة كان يعني كان نافيغي كنلقى واحد اللايف
ديال واحد الشخص بلا ما نذكره بطبيعه الحال الاسماء اللي كيدوي مع السيده وكتقول له فوالا انا كندير الدعاره الافتراضيه وها كيفاش كندير وها كيفاش كندير. انا ما نعطيش التفاصيل باش حيت هادشي ولا اكسيسيبل، ولكن ها كي كندير وكي كندير وكي كندير والديا ما عارفينش وكيجوني الفلوس وكنفعل ولا غير ذلك وكذا وكذا وكذا. الدعاره ماشي عادات كل يوم، او العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج ماشي عادات كل يوم، او العلاقات الجنسيه بالمقابل المادي ماشي عاد غادي تطرح اليوم. كاين على مدى العصور من ايام يعني الدور المتخصصة في ذلك وربما اللي بقى حتى لحد الآن والشوارع المتخصصة في ذلك في العالم وصولا إلى العالم الافتراضي. إذا هذه مسألة ما غنختلفوش عليها، الغريزة الجنسية حاضرة والعلاقات الجنسية حاضرة في إطار الزواج وخارج إطار الزواج بغينا ولا كرهنا، هذا الشيء كاين. ولكن هاد الميوعة اللي ولات كتشوف بأنه الاستقطاب لكل ما يثير الجنس، لكل ما يثير الرجل ولكل ما يثير المرأة، الولد كيستعرض العضلات ديالو كيستعرض مفاتن ديالو اللي كتير نظرة ديال المرأة، المرأة كتستعرض المفاتن ديالها وكتبرز المفاتن ديالها اللي غادي تير الرجل، حالات ديال الهيجان بنادم ما بقى عارف ما يدير داخل بنادم. كنحس بأنه في مجتمعنا كاين واحد الدوخة، يعني راه كاين ربما راجل دابا اللي عنده علاقة جنسية ولكن ما بقى فهمش خاصو يدير، وكاين مرة اللي عندها علاقة جنسية ما بقاش فهمش شنو خاصها دير، دوخة 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 اللي ما بقاتش مفهومة. واش خاصنا نمشيو عند الطبيب؟ واش خاصنا نجلسو؟ واش خاصنا نتزوجو؟ واش خاصنا نتصاحبو؟ واش خاصنا نخرجو؟ واش خاصنا ندخلو؟ واش هكا كنحس بالمجتمع نوع من الغليان وكنشوفوه بارز في العالم الافتراضي، حيت ما كيعرفنا حد وما كيشوفنا حد، غنكليكيو نبقى نشوف 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 ونخرج عيني حتى نرتاح ونعاود عاوتاني نرجع. اللي سكينه غادي نبقى نشوف نشوف والهيجان والتفجير، اذا هادو كلهم مصطلحات اللي تعنيو لنا على ان هناك كبت وهناك غياب التربية الجنسية تماما. ما معنى؟ غادي نرجع شي شوية لوراء الكلام السيدة هدى اللي قالت في الأول ديال الحلقة أنها تدير هاد اللايفات من أجل، أنا غنسميها الهروب، من أجل الهروب من الإحباط أو من الاكتئاب باش ما تطيح شي في الفخ. إذن هنا كاين واحد الهدف، إذن كل واحد فينا شنو هما الميكانيزمات اللي عنده باش كي يعمر وقته أو باش ما يطيح شي في الفخ ديال واحد الإحباط، نوع من الإحباط. إذن كاين الناس وهي مشكورة على الطريقة اللي عمرت بها أو هربت بها أو نقدت راسها بها من الفخ في السقوط في الاكتئاب، إذن هي بادرت على أنها تلاقى بالناس، هذا سميته التواصل، تتواصل مع الناس في غياب تواصل مع الحباب ديالها عن قرب. إذن كانت الأقدار والأحكام ما يمكن شيء يجي المغرب أو يجي حبابها المغرب، هذه ما بين قوسين. أرانا الناس اللي هما تيبحثوا تجيهم وتقبلوا، تجيهم العروض وتقبلوا. كاين الناس اللي غادي نقول انا بالمعنى ديال الخدمه ديالي اللي هما غادي يجيو عندي العياده اللي من اجل جلسات نفسيه. والغريب وماشي غريب ذكور، وتيقول لك انا راني جيت من حيت كنخون مراتي عبر التواصل الاجتماعي، وراه ماشي تنخونها زعما راه غير اليوم ولا غير، راني تنخونها هادي 5 سنين. انا راني في تواصل ماشي كل نهار، راه وليدات صغيرين تيقولوا له بابا راك معانا حاضر غائب، ولكن ديما بابا في التليفون فينك، هو راه خايف هايش تفجر واخا. إذن هذا غادي نقوله عنده كبس، غادي نقوله خائن، غادي نقوله كل شيء. هذا التفسير الاجتماعي. وشنو هو التحليل النفسي وراءه؟ التحليل النفسي هو اللي غادي من بعد ما غادي يجيني غادي ندخله في العمق شي شوية ونعرفه ما وراء. وش كل واحد فينا للسكينة
تيجي هذا الإغراء تيطيح في الفخ كاملين طحنا في الفخ. واش كل واحد فينا تجي عنده الإشهار السيدة اللي هي بواحد اللباس منحط غادي يقبل يشوفها ويتبع؟ واش كل واحد غادي يجيه جمل اللي هما زوينين كل صباح وغزل؟ انا نبداوها بالغزل، نبداو غير صباح الخير الجميلات وما الى ذلك. ها شي هادشي ولا بسيطه، شي ولا بلدي، ولكن راه هذا هو باش تيتبدا. للاسف واش كلشي تيمشي مع هذا التيار؟ لا، اش اللي تيميز فينا هذا وذاك؟ اللي تيميز فينا لالا هو الجانب الحيواني. واحد مسكين مشى، هذا ما تيميزنا بهذا الشيء، الا ما تنتميزو من الحيوان الا بالالتزام. احنا عندنا ان كونترول ديالاش ديال الغريزه. شنو هي ديال الغريزه؟ غريزه حيوانيه. الحيوان فين ما والاه، شنو ما دار واخا تنشوفوه تنتبهطوا فيه في الزنقه، عادي تنسميوها غريزه. اون شالور عنده كلمات زوينين الحيوان. ايه وبنادم شنو نقولو؟ بنادم عنده واحد العقل عطاه ليه ربي، عنده التمييز، عنده واحد البادرة أخلاقية. شنو هي البادرة؟ معناتها عنده واحد الذخيرة أخلاقية، يدير أو ما يديرش. بمعنى الأنا العليا كتخدم عنده الدخل، شكون العقل تيقول له لا. شنو هي لا؟ ما تشوفش، لا ما تسرحش تبقى تكليك من هذه لهذه، لا حيت حنايا معروف على البشر ملي غادي يشوف تتشوف العين وكتعطي الدماغ وكتحرك لينا لي سيلول ديالنا اللي هي غريزيه جنسيه. اش غادي يبدا عندنا؟ غادي عندنا الهيجان تيفيق. شكون فيق الهيجان من غيرنا؟ واش نكذبوا على راسنا؟ حنا اللي تنفيقوا وحنا اللي نحكموا. وانا تيعجبني هذاك الجام ديال العود، يا اما غادي تلقويه ربك ويطيحك، يا اما غادي تجرو الفخان. اللي ما قدرش يدير الفخان على اللي سكينه يعيد النظر يقول علاش. الى رجعت لهاد السيد هذا واحد في الملايير اللي غادي نعطيو السبب علاش، وهو تيقولوا انا تنستدرجوا في التحليل النفسي، هو تيقول على ان الاب ديالو تيجامع الأم ديالو، هو طفل عنده 4 سنين. تخيل معايا حنا في الدارجة العامية ديالنا تنقول هو خلاص مازال صغير، هما راهم تيجتمعوا بجوج بيت واحد. تيعود لي هاد السيد اللي هو في عمره 44 عام تيقول لي ما تصوريش العذاب اللي كان نعس فيه ديالاش 4 سنين، ديالاش العذاب؟ تيجيني الخوف، هذا دي تروماتيزم في الصغر، تيوليو دي تروماتيزم. صوروا معاي على ان كاين تيبدا يتبلور ويتطور ليه هاد الافكار. حنا رحنا عندنا المخيخ لو سيرفولي اللي هو تيبقى يخزن، ومن بعد مني تيجيو السلوكات ويجي النمو كيجي عن طريق طرق مختلفة كلها وكيف تيجي. وهنايا رحنا تنهضروا على إدمان. إذن أنا مني غادي نشوف اليوم ونجيب واحد سميتها المتعة ولا نسميتها النزوة ولا شنو نسميها، هذه غادي نقلب عليها. علاش؟ حيت هي تسجلت في دماغي. إذن الدماغ ديالي سجل لي واحد لحظة ديال المتعة. حنا ملي تناكلو واحد طبق لذيذ زوين راك تبقى عاقل عليه، راك واحد النهار تتشهاه. هي وفي رمضان شنو نديرو له؟ تمر الفطور. تمر الفطور
هادشي لا صبرتي الفطور الا صبرتي ما تقدرش تاكل الفطور. شكون اللي تيقول لك مور الفطور؟ انا الفران ديالي الله يرضي عليك. انا العليا كتقول لك حبس راك صايم وتنديروها بالسلوكات اليوميه كنت غناكل. اذا الدماغ ديالنا تيسجل لنا واحد المنظومه حتى تيبدا الايام الاولى في رمضان. اذا واش هذا كيفاش فين هما الوالدين؟ علاش وانا من هذه الحلقه هذه غنقول علاش ما تنقريو ولادنا غير الاس في تي وما تنكملوش داك الاس في تي بالتربيه الجنسيه؟ شنو تيوقع؟ ها شنو اللي تيخص؟ ياك والدينا شحال هادي كانوا تيقولوا رد البال ها شنو تيوقع وراه تيقدر توقع هاد الحاجه وهادي واجي وراها كيفاش هادي وهادي ديال كبارها فوقاش. لان العقل ديال الطفل فواحد المرحله ولا سيما المرحله ديال هاد الجيل ما بغاش البلوغ باغي المراهقه ديريكت. علاش من 11 عام تيقول لك انا كبرت ما بقاتش مرحلة البلوغ ولات مرحلة المراهقة. إذن شنو هو باغي يعرف؟ باغي يعرف بالزربة ماشي غير يعرف حيث هو عنده المحتويات كلها عنده قريبة له يجرب هو دابا تيطبق باش يبدأ يطبق على اللاسوكينة في نظرك غيطبق بالنظرة بالنظر ياك نظراته وناظرة. إذن وحدة العين وحدة القلب وحده هي هذيك السيرفو هي. وهنا باش غيبدا بالعاده السريه اقل ما يمكن لي يدير. ايوا ملي يبدا يكبر شنو خصو يدير؟ الا تاتت له الفرصه سمحوا لي ملي تيجي الهيجان وما حكمناش ودرنا له الجامد العود هنا فاش تيوقع التحرش والاغتصاب حيت جا الهيجان هنا ولا الخلل العقلي هنا ولا الاضطراب الجنسي هنا المنحرف جنسيا هنا الشاذ جنسيا هنا الناس اللي هما سيكوبات وسيكوباتيين. إذن هنايا خاص العلاج. كاين الناس اللي تيعترفوا تيقولوا انا راه وليت مدمن جنس غادي يدير العشرات ديال المرات ديال العاده السريه في النهار. ايه وعلاش غيمشي يدوز عند الطبيب في نظركم او عند المعالج النفسي؟ غيمشي يدوز على العاده السريه تيمشي يدوز على الارهاق كيمشي يدوز على لو مانك دو كونسونطراسيون عدم التركيز كيمشي يدوز على غياب النوم لانسومني تيمشي يدوز على ربما غيوصل واحد الوقت يقول لك انا ماشي راجل. علاش؟ حيت نفاد كل شيء. اذا الحاله الجنسيه ديالو السليمه ضيعها وهنا تيولي اضطراب تيولي بحال داك الوحش غيولي يا اما يقلب على الفريسه ما تيبقاش يشوفها بحال اللي كنشوف واحده هي صغيره ولا كبيره ولا لا ما تيشوفهاش صغيره ولا كبيره هو تيشوف المنطقه هو ما ما هو فقد الجانب الانساني هو فاقده اصلا هو خرج هو مريض ولكن ما تنعطيوش الحجه ديال المريض يدير اللي بغى. اما لالا سكينه للاسف على الفيديو اللي لاحظت واللي شاهدت واللي تارني وانا تنتسائل علاش هاد السيده اللي هي كتوصف وصفات سميتها الوصفات من اجل افاده اجتماعيه ايه متفقين ايه من بعد غادي نوصلوا لايحاء جنسي اغراء. وعلاش مطرقه وجهها؟ بغيت غير نفهم لاحظتوا معايا فين كاين التناقض؟ لاحظتوا معايا فين كاين الحرب النفسيه؟ اذا لي انا عندي قدره خاصني تكون عندي قدره تامه غنبان بوجهي معلي ولكن علاش تتخاف وهي كتهضر كتخاف شي 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 طرف من الملامح الوجه ديالها يبان خايفه
لاحظوا معايا فين هي الهزة النفسية وفين هي الهشاشة النفسية والمرض النفسي على السكين. لا لا نزاف هذه النقطة، أنا بغيت نطرح عليك واحد السؤال. الملاحظ أنه هذه المسألة ديال الفيديوهات اللي نوعا ما فيها بعض الإغراءات، وتبعنا ربما تبعنا واحد الحادثة ديال السيدة اللي قام الزوج ديالها بطعنها في المؤخرة ديالها، ومن بعد صبح كيدير معها الفيديوهات. شفنا مثلا سيدات أخريات اللي كيديروا وصفات كيف ما قلتي بشكل معين، ولكن فيها إبراز المؤخرة ديالهم بشكل يثير. كان نشطب ولا كان نقي ولا ما نعرف شنو كان دير، ولا كان نظف الدار، ولكن كان ظهر أو لا كان برز إمكانية الإثارة بالمؤخرة ديالها. أحيانا كنشوفوا بعض الجروبات اللي كتجيب بعض الشباب، يعني كتستقطب بعض الشباب من جيل أواخر التسعينات الألفينات إلى غير ذلك، كتلقى البنت كتبرز المفاتن ديالها، وربما الموضوع ناقشته في الحلقة اللي فاتت، كتبرز المفاتن ديالها، هو كيبرز الجسم الرياضي لأن هذا هو النموذج. كنلقى بزاف ديال الحوايج في هذا الباب هذا. أنا سؤالي، شنو اللي كيخلينا كنساء إلا بغينا نضحكو خاصنا نضحكو بهذا النوع من الفيديوهات، أو لبنوكات فيها علاقات أو إيحاءات جنسية، أو لكلام اللي يثير الحافظة الجنسية، أو لأحيانا هاد الفيديوهات كيتمونطاو ويبداو يتصيفطوا في الواتساب ما بين الرجال بيناتهم أو ما بين النساء بيناتهم. وهذه مسألة اللي ضحكنا عليها، وصلتني البرقة شفت الفيديو اليوم، وأحيانا حتى ما بين الأزواج كيقولوا شتي الفيديو ديال روتيني فلانة، لا راه ما شفتوش، أنا صيفطو لك في الواتساب راه صيفطو لي فلان. لا، واحد النوع من وان كان يغيب بشكل واعي، كاين واحد الانتشاء لا واعي كيحضر في حديثنا عن الجنس بصفه عامه. الا تجمعنا بغينا نضحكوا خاصنا نضحكوا عليه، الا تجمعوا رجال بغاو يضحكوا خاصهم يضحكوا عليه، مثلا بصورتنا او باخرى كتظهر هذه الامور. هذه شنو هي قراءتك في هذا الباب بشكل نفسي اللنزه؟ قراءتي غادي نقول حتى شي حاجة ما كنضحكوا عليها بالصدفة. هاد النقطة هادي بالذات ما كاينش فيها اللاوعي. كل حاجة قلناها ماشي غير جنسية، كل حاجة قلناها إلا وعندها واحد العلاقة باللي كنحسوا به الداخل واللي احنا محتاجينه الداخل، بحيث حنايا كنعبروا بالعكس بطريقة سخرية وبالضحك وبالنكات على التعبير على الإحساس الداخلي. بالعكس هاد الناس خصهم يفهموا على أن حتى النكتة راه كتشبه المولاها، راه حتى الضحك كيشبه المولاه وتشبه الإحساس اللي تحس به مولاه. إذن حنايا هاد تنسميو حنا لي مو ديسبري، حنا حتى شي حاجة ما تجي عفوية هكذاك، هي راه عفوية اجتماعيا وضيق راه عاد تيقولها تقول واه كنضحك. إذن إلا بغينا نديكورتيك وحنايا تتهضر انت الضحكه كاين الحقيقه مرضي عليك. إذن تهضر وضحك وقول الميساج كله بعد تقول لي كنضحك، لا يمكن لا يعقل. إذن في داخل هاد النوع من التنكيت كاين حقيقه واحساس داخلي، كاين واحد الرغبه مكبوسه اللي مشى فيها وخداه التيار راه من الخير، لان شحال من جلسات فيهم هاد الشيء راه تيمشي فيها واحد وجوج غادي يمشيو في التيار ديال هاد سميتها الضحك. لا ما بغاش وفهم، حيت كلشي كيفهم. كاينين الناس يكذبوا على راسهم، اللي ما بغاش يجلس الجلسه اللي غتير له الغرائز ديالنا هذا هو الدين. إذن حنايا كل واحد فينا راه تيعرف راسو مع من غيخرج، مع من غيتلاقى، وكيفاش غيهضر، وعليش غيجاو، وكل واحد فينا تيعرف يقول للنفس ويقول لنا الناس الا ما عجبوهاش. في نظرك لا سكينة علاش ما تنقولوش لا للجلسات اللي ما تيعجبوناش، اللقاءات اللي ما تيعجبوناش؟ كاين شي جزء فينا عجبهم، هادشي اللي قلت شي يكونوا معجبين 100%. الا انسان جالس وكيضحك ومرتاح، الا وكاينه شي حاجه كتحرك فيه الداخل، يمكن عقله كيسيطر على انه لا راه ما يمكنش في الواقع، ولكن في اللاوعي كاين شي حويجات كيتحركوا. اكيد غادي ناخذ هذا المثال، مثال الناس اللي في حاله ادمان.
علاش الادمان لا مصاحبه للجلسه الحميميه؟ لاحظي معايا كاين الركائز ما تتحلالو، ما تيحلالو داك الجوان، ما تيحلالو داك التنفيحه ولا داك الشراب ولا داك الجلسه، تتحلالو يمكن يديرها بوحدو، لكن الجلسه الحميميه كتعطيها طعم. واش كلشي تيدير هكا؟ راه شحال من واحد عزيز عليه، شحال من انسان، ولكن ملي تيشوفو ماشي بواحد الاتجاه مغاير على ديالو، معاكس على ديالو، راه الا بغى راه يقدر يقول بنوع من الانواع ديال الاخلاق ما مساليش، ما يمكنليش، يدفي الهاتف، ما يجاوبش. علاش؟ حيت لالا راه حنا كنفهمو. للاسف حنا كيستدرجونا الناس، ولكن واحد النسبه ديالنا حنا كنستدرجوا، حيت كاين لو مونور وكاين اللي هو لو سومي، وهاد لو سومي راه سي با وازار. الا سمحتي لي غادي نعطيك واحد المثال ديال طفلين، وانا في هاد الحلقه هادي نوعا ما حنا كنهضروا على الاغتصاب ما بين شاب وكبير وطفل صغير. تنتكلم بواحد الحسره، ما بالكم من اغتصاب كلمه كبيره ما بين طفلين. جاتني كلمه اغتصاب بين طفلين، جاتني شويه صعيبه. 11 عام تستدرج على لسان طفل مستدرج، تستدرجو تيقول له زيد معايا الدروغري ويلا وغادي نمشي نلقاو ونشريو داكشي ونعاود نرجعو. اذا به غادي يديه لواحد تحت الشجر وغادي يقول له نزل حوايجك وغادي بادرو من الدبور ديالو ايوا، ويقول له شوف الا مشيتي تهضرتي راني غادي نديرو. لاحظوا معايا ما هي النوبة الأولى، هذو الأطفال، ما هي النوبة الثانية، ما هي الثالثة؟ إذن أشنو اللي خلى هذاك الطفل المستدرج ما يرفضش النوبة الثانية مثلا إلا كانت الأولى كان بزمنه؟ ما يمكنناش نجاوبه في بلاصتو، ولكن الجواب راه كاين، الجواب باين، ولكن ربما غنتحفظوا على أننا نقولوه، لأنه كنعطيو لي العبرة بينا، الصورة بينا وكيبقى عندنا اختيار، عندنا واحد الفران، كل شيء متاح قدامك ولكن تبقى عندك واحد الفران طبيعة الحال، وكل شيء باين، كل شيء باين. بصراحة أنا ما سخيتش بكم ولكن الوقت مر بسرعة. وماشي كل شيء، ماشي كل شيء تستدرج، وماشي كل شيء كدير به أكيد، ماشي كل شيء ممكن تصيبها أكيد. ولا نظر نقاش معاك راه ما كتكفيش شي ساعه. هدى بطبيعه الحال مابقاش معنا وقت كثير، انا نبغي نسمع الرساله المباشره ديالك في موضوعنا اليوم. انت يعني كسيده كتلاحظي وكتشوفي، كصحفيه، غنقول كصانعه محتوى، كمؤثره، بغيتي ولا ما بغيتيش؟ اذا شنو هي الرساله اللي يمكن توجهي في ختام لقائنا اليوم؟ قبل ما نوجه الرساله بغيت غير يعني نقول للناس ما نلقاوش اللومه فقط على صناع المحتوى، لان المسؤوليه هي مشتركه ما بين المشاهد وما بين صانع المحتوى. راه ماشي غير الناس اللي كيتحملوا مسؤوليه شنو واقع دابا والاشياء اللي ولينا كنشوفوها. فانت عزيزي المشاهد، ملي كتدخل هذاك عند هذاك السيت في القناه ديالو وكتفرج له في الفيديو ديالو، والغد ليه كتمشي كتبقى تعاير فيه وتسب فيه وتقول لا وعلاش كيدير اولا علاش دارت، راه انت عندك واحد النسبه من المسؤوليه بغيتي اولا كرهتي، لان عندك الاختيار، وكان عندك الاختيار تدخل عنده اولا ما تدخلش عنده. وهذا الشيء وهذا ما يفسر ربما عدد المشاهدات الكبير اللي كيحصدوها هذوك الانواع ديال الفيديوهات. اللي بغيت الرساله اللي بغيت نوصل ربما للناس، اولا ربما الناس اللي باغيين يبداو
تاهما في التأثير، حيت هذه ظاهرة اللي ولينا كنشوفوها بحال شغل نقول سمحوا لي قلتها بهذا المفهوم هذا، ولكن المؤثرين ولاو بحال لي شامبينيون، كل نهار كيتزاد العدد ديالهم، كل نهار كيجينا مؤثر جديد، كل سيمانه كنشوفوا جوج ثلاثه اربعه، يعني ولا واحد العدد متزايد بواحد الطريقه وبواحد الوتيره اللي هي سريعه بزاف. دونك اللي بغيت نقوله انا، منين تبغي تدخل لهذا الدومين هذا فكر مزيان، وما تشوفوش كهدف او لغايه اللي غادي تحقق بها واحد الاحلام عندك، احلام ماديه، كنتكلم عن الاحلام الماديه، لا ما تشوفوش بهذا المنظور هذا، لانك الا شفتيه بهذا المنظور فاكيد غطيح في هذاك الفخ ديال انك غتولي صانع محتوى تافه. لا، الا كان عندك شي حاجه او شي رساله بغيت توصلها مرحبا، ولكن الا ما كانش عندك حتى شي حاجه بغيت توصلها ف شوف لك شي حاجه اخرى، شوف لك شي هوايه اخرى، شوف لك شي رياضه اللي ربما تفرغ فيها هذيك الطاقه اللي فيك. فربما هذه هي نصيحتي للناس اللي باغيين يبداو في هذا الدومين هذا. وحاجه اخرى بغيت نقولها بالنسبه للناس اللي ديجا داخلين في الدومين واللي قدام واللي مشهورين، اسماء اللي معروفه، فديما كنقولوا حنا المثل المغربي ديالنا ما ديرش ما تخافش. دونك اسماء سكينه وساده غادي تكونوا متفقين معايا اللي قديمه وبدات من يلاه بدا هذا الشيء ديال مواقع التواصل الاجتماعي، ولحد الان عبرنا ما كنسمعوا فيهم شي كلمه خايبه او لا شي معيوره او لا، باقي الحمد لله محافظين على الصوره ديالهم وعلى ديك الصوره اللي عطاو للناس من الديبار. دونك هذا شنو كيفسر انهم ما داروش، علاش ما داروش، علاش يتعايروا؟ دونك ما يمكنش نتايا دير شي حاجه، وكيف ذكرت الاستاذه نزهه، علاش خبيتي وجهك؟ علاش خبيتي وجهك ملي انت عارفه راسك باغا الهدف ديالك هو انك باغا تشاركي غير شي حاجه هكا مع الناس؟ مادام خبيتي وجهك الا وكنتي عارفه راسك غادي تعايري. دونك داكشي علاش فضلتي انك تخبي وجهك باش الناس ما يعرفوكش. الله يعطيك الصحه هدى، لاله خطيك لاله نزهه، ختاما رسالتك المباشره واحد الكلمه قالتها هدى زوينه بزاف، ملي انت قادر علاش مخبي وجهك؟ مخبي وجهك الا وانت كتحس بانك داير شي حاجه غلط. اكيد هاد الناس عارفين راسهم انهم دايرين الغلط واخدين الحاجه رخيصه، الحاجه رخيصه دغيا تجينا دغيا ناخذوها، ولكن الغالي راه صعيب النيل، خصو تماره، خصو تماره او ما تطلقاش. انا خلاصه القول ديالي اللي سكينه هو تنقول كل شيء تيشاطر او كل شيء تيتقاسم المسؤوليه في هادشي اللي تيوقع لينا، كنا المشاهدين المؤثرين. ولكن غادي نقول اولا حضور وغياب الوالدين في ان واحد، حنا كاملين جالسين في بيت واحد ولكن كل شيء هز حديده اللي هي الهاتف، كل شيء داخل عالمه، وبالتالي كيفاش يمكننا نحاسبوا الشباب؟ احنا ما محاسبينش راسنا، فين هي هاد الحياء؟ كيفاش هاد الاب، انا تنخاطب الاب تنخاطب الام، كيفاش الاب يمكن لك تربي واحد الطفل وانت ما مربيش راسك، وانت مخبي التليفون وداير به هكا ودايرو سيلونسيو كتشوف عندك يشوفوك؟ اذا شنو هو هاد المرض النفسي اللي نالنا واللي صابنا واللي حنا واعيين به ولكن حنايا تنكروه؟ اشنو هو هاد التكنولوجيا العوجه اللي خديناها بلاصت ما نقولوا اجي نلعبوا اللعب ديال القلم، اجي نرسمو؟ غادي يقولوا الخميري بلدية، سمعتها بزاف ولكن كتعجبني. فين هو الكلمات المتقاطعة؟ فين هي نخدموا دماغنا؟ فين هي نعودوا على اليوم ديالنا كيف دوزناه؟ انتم ما عرفتيو الآباء الجايات اللي كنا كسبوا احنا ملي كنا صغار، يعني راه كانت الجلسة ديال الجدوات والحجايات راه عندها واحد الثقل كبير على الخيال ديال الأطفال والخيال ديال الوليدات. فينك الاب اللي ما تحكيش لولدك على نهار كيف دوزتيه وتسمع لولدك وبنتك النهار ماشي استنطاق؟ حنا كنقولوا له فين مشيتي ومع من جيتي، حتى الاسلوب حتى الرنه عندها استنطاق.
فين هو العناق بيناتنا؟ تقولوا لي كورونا؟ لا، فين هو العناق بيناتنا ديال بصح؟ فين هو الحنان؟ علاش حنايا قابلين بالمهزله الجنسيه ورافضين الحب؟ يلا فسروها ليا. علاش ما نحبوش ولادنا؟ ما نقولوش كنحبك، ما نقولوش جيتي غزاه، ما نقولوش كبرتي، ما يشوفنيش بواحد التلاؤم والموده والرحمه مع الام ديالو، او يعرفني يشوفني غير شوجتي لينا نقلب عليها الطبله. واحد الفيديو اللي العديد راه شافوه، اللي هو غتحصلوا مراته خيانه. ايش لا تموضه هذيك، وقيلا هذه راه شي جوج سيمانات ولاو كيحصلوا الرجال خيانه، انا ما فهمتش فيديو ما كنشوفهاش. حصلاتو سيمانه ستيم هو كيتصور، عاود حصلاته 4 ايام وكيتصور، انا ما فهمتش. خرجت العاشقه دخلت المراه، يعني فهمتش الدرس اللي كنعطيو للناس؟ واش كنعطيوهم الدرس ديال الخوف ولا كنزيدو نعريو على الحشمه؟ إذا كنا كنعطيو الدرس زعما راه تنوريك هذا الشيء باش انت تستوعى وما ديروش، انا تنقول لا، احنا تنزيدو نشوفو الحوايج اللي كنا كنحشمو نشوفوهم، ودنينا توسخو بشي حوايج اللي ولات ما هياش. يعني عندك طبيع مع امور هي ما مقبولاش اصلا، ولات عندنا عادي التناقض، وتنلومو وليداتنا علاش كتهضر بهذا الاسلوب. واش كنا عندنا معلوم؟ عندنا عندك في التليفون كتشوفو. فين كالاب؟ الاب الحنون. فين كالمثال القدوة؟ فين كالام؟ يقولوا لي حيت الام ما قارياش ولا الاب، لا، هادشي ما فيهش القرايه، هادشي فيه الحاله الفطريه، هادشي فيه التربيه الربانيه. اللي تلف يشد دينه، اللي تلف يعلم وليداته على انه يتكلموا، على انهم يعبروا، على انه يطرح السؤال. ما يقوليش بحال اللي تيقول لي واحد سيد وانا تنجي عيان، اش بغاو ثلاجه ومعامره وكل شيء لهم كاين، انا ما فياش، تنجي من الخدمه عيان. ولكن تيجي من الخدمه عيان الله يخليكم، تيدخل البيت ويسد عليه وياخذ التليفون ويدخل العالم، هذاك الشيء كاع ما كيعييه. انتو معنا، فين هو الهراء؟ فين هو المرض؟ اذا نحاولوا لالا سكينه نعيدوا النظر في حنا الكبار عاد نلوموا الصغار. تنشكرك جزيل الشكر على الاستضافه. الله يخطيك، وشكرا جزيلا لكم صراحه، ما سخيتش بهذا النقاش الزوين والممتع معكم، الله يخطيكم. ولكن للاسف وقت البرنامج مقرون بوقت معين. كنشكر بزاف لاله هدى الزرق، صحفيه صانعه محتوى ومؤثره بفرنسا، شكرا لك. واكيد انه نتلاقاو في فرصه قادمه باذن الله. هدى الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك، شكرا لك. كنشكر ايضا لاله نزهه الخميري، اخصائيه نفسيه، مشكوره جزيل الشكر دائما على تحليلك الرائع. لاله يخطيك، وسؤال وجيه ختمتي به بصراحه، ما خليتي لي ما نقول في ختام لقائنا اليوم، مشكوره جزيل الشكر لاله. لاله يخطيك. ختاما مشاهدينا، اليوم حنا امام ظواهر مختلفه، ظواهر اللي كتستقطبنا لمجموعه من السلوكيات، نقدر يرفضها الواقع ويرفضها العقل ديالنا، ولكن شيئا ما يقبلها اللاوعي ديالنا، لأن كل واحد فينا فيه خلل في شي بليصة، ما كاينش فينا السوي 100%. كلنا مرضى بدرجات، وكلنا مضطربين بدرجات، وكلنا كنحتاجوا للدعم النفسي. اليوم حلقة ماشي باش نحاسبوا الناس، ولا باش نوجهوا أصابع الاتهام لشخص ونفيوها على آخر، ولكن اليوم بغينا على الأقل نحاولوا نفيقوا بعضياتنا. إيه كما كتقول لنزها، فين غادين؟ لين إنا طريق شادين؟ خاصنا نراجعوا نفوسنا، خاصنا نراجعوا حساباتنا، حيت داكشي اللي قابلينه اليوم غادي تفرض غدا على الجيل القادم، وداكشي اللي حنا مستمتعين به اليوم ما نلوموش ولادنا غدا الا داروا ما افظع منه. اذا اليوم حنا ماشي باش نحاربوا روتيننا اليومي، بالعكس حنا محتاجين نشوفوا صناعه محتوى في المستوى. اما الايحاءات الجنسيه كيظهر لي بانه اللي بغى الجنس المواقع متاحة قدامه، كيمشي هو سد على راسه في مرضه وفي فانتازماته وفي عالمه يصنع ذلك. ما نفرضوش اليوم على وليدات أقل من السن القانوني يشوفوا صور ويشوفوا فيديوهات ويستأنسوا بها ويطبعوا معها، وما تبقاش عندهم مبدأ حشومة ما خصهاش تكون بهالطريقة هذه. اليوم انتم اللي كتشجعوا هذا النوع من الفيديوهات كتخرجوا على جيل جاي اللي احنا بغيناه يكون سوي،
بيكون احسن منا ويكون اكثر عطاء لمجتمعنا. ما نقولوش الفقر وما نقولوش قله الحيله وما نقولوش رغبه في اننا نبرزوا الذات او نحقوا الذات او نكسبوا مرابح ماديه. نقولوا باللي حنا كنشجعوا واحد الواقع افتراضي اللي هو غلط. اذا حنا ما حقناش نحكموا واش صح واش غلط، ولكن حقنا نفضوا الراي ديالنا لانه كينافي اخلاقنا وسلوكات الجيل الجاي. انت قادر تحكم في راسك، تشوفها لحظه متعه وتدوز مع الطريق. الجيل اللي طالع باقي ما قادرش يفصل ما بين المتعه وما بين الحقيقه وما بين الافتراضي. نراعيو في نفوسنا، نراعيو في وليداتنا، لانه هاد الطريق اللي غاديين فيها خاصنا نوقفو وخاصنا نشعلو الضوء الاحمر كيف ما قالت لاله نزهه. كنبغي نشكر كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الاشراف التقني، كنبغي نشكر الطاقم كامل. نرجعو نتلاقاو الاربعاء الجايه. تهلاو ليا فراسكم، امسيه سعيده والى اللقاء.